أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع ودهبكة، وإن شاء الله هنبدأ سلسلة من للمبتدئين للمكونات الأساسية للدخول إلى عالم الإلكترونيات وعالم الأجهزة اللي فيها إلكترونيات وأجهزة منزلية برضو بتستخدم هذه الإلكترونيات. أول حاجة هذا المدخل هندخل من المدخل أنواع التيار اللي هي بتشتغل عليها الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية. طبعا تيار، عندنا تيار نوعين، تيار متردد اللي هو الاي سي، الاي الاي سي، الاي سي ده يا جماعه هو التيار اللي موجود في بيوتنا، ال 220 اللي هم الكهرباء العامه اللي داخل البيوت، 200 اي سي 220. وممكن نحول ال 220 ده من خلال ترانسات لاي سي يعني منخفضه شويه، او ناخد منها اللي احنا عايزينه من ال 220 من خلال ترانس يحول لنا هذا التيار ال 220. على سبيل المثال ده ترانس بياخد من هنا 220 بيطلع لي من هنا 12 فولت هنا، وطبعا ده ليه ملف وده ليه ملف، ومن خلاله بيتم تخفيض الجهد، فده ترانس خافض للجهد الدي سي. طبعا لا نستطيع ان احنا نخفض الفولت الدي سي عن طريق الترانس، يعني لو في ناس يقول لك لو حطينا من هنا 6 فولت مثلا وعايزين نرفعهم ل 220 ينفع لو انا جبت بطاريه واحطهم هنا؟ لا. ليه؟ لان التيار المستمر لا ينتقل بالحس بين الملفات الابتدائيه والملفات الثانويه، عشان ننقل سواء نرفع الجهد من جهد صغير لجهد كبير او نصغره نخفضه من جهد كبير لجهد صغير من خلال الترانس لازم يكون جهد اي سي. دي ملاحظه. جهد الاي سي يا جماعه بيقاس زي ما قلنا بالفولت ال 220 والتردد بتاعه الهرتز. الهرتز يعني يقول لك ده تردده قد ايه، ما هو 220 فولت بس التردد بتاعه بالهرتز. مثلا في الكهرباء في مصر 60 هرتز او 50 هرتز هو ده التردد. طبعا التردد الاي سي يا جماعه بيقاس عن طريق الافوميتر، زي ما احنا شايفين كده الافوميتر موجود مجموعه من المؤشرات اهي، ده المؤشر اهو. اما نحب نقيس اي سي نجيبه على الفولت الاي سي اللي بيشار اليه طبعا بالاشاره دهيك، زي ما احنا شايفين كده في اهو، ادي الفي، ادي في يا جماعه وعليها الاشاره اللي هي دهيك كده اهو. بصوا دي معناها ان هو متردد، الكيرف ده معناها ان هو متردد. لو عليه الفي دي الفي شرطه مستقيمه كده يبقى ده قياس الفولت الدي سي. لو هو عليه مثلا في كده وعليه شرطه كده معناها ان التيار ماشي في خط مستقيم، ما بيقفز القفزات ديك او ما بيتعرجش التعرجات ديك. فطبعا لازم عشان نقيس الاي سي لازم نجيبه على المؤشر المناسب ليه، 700 فولت 200 فولت 220 فولت اي سي. اما لو عايزينه دي سي، اما لو عايزينه فولت اي سي بنحط المؤشر على المؤشرات ديك 200 100 فولت، يعني لازم يكون الفولت اللي احنا هنقيسه تحت نطاق ال 1000 فولت، او لو احنا هنقيس اي سي اقل من 200 فولت لازم نحطه تحت ال 200 فولت دي، او عايزين اقل من 20
نحط المؤشر على العشرين، اقل من 20 يعني 19 18 17 نحطه تحت الايه الايه الفولت العشرين اللي هو الدي سي. طبعا في اي سي عايزين إيه؟ في حاجه تانية يا جماعه اللي هو مش الاي سي بقى الدي سي، وده الفولت الفولت الايه الدي سي، وده الفولت الاساسي اللي بتشتغل عليه كل الاجهزه الالكترونيه. الدي سي ده يا جماعه ليه يعني احنا بناخد الفولت في كل الاجهزه تقريبا الالكترونيه بالذات، بناخد الاي سي ده الاي سي اللي هو كهرباء 220، والغرض منها في النهايه ان احنا ناخد فولت دي سي بفولتيات مختلفه تناسب الدوائر اللي موجوده في الجهاز عندنا. فطبعا بيبقى في بقى في القديم كنا بناخد الاي سي على طرفين ترانس زي ده باحجام مختلفه، وبعدين نخفضهم للدرجه اللي احنا عايزينها، مثلا كان تلفزيون 110 ان كان راديو 12 4 ونص 3، وبعد كده نركب له دايره توحيد توحد الجهد المتردد اللي هو بياخد كيرفات كده اهو، وبعد كده ننعمه بمكثف، نحط له مكثف. يعني الاي سي يا جماعه الاي سي تلاقي لو في عندك تلسكوب تلاقي التيار كده، بص يا جماعه طالع كده، بصوا كده اهو اهو، مره يبقى فوق ومره يبقى تحت ومره يبقى فوق مره، والاتجاه بتاعه او السالب بتاع مش السالب بتاعه يعني القطبيه بتاعته بتختلف من فوق لتحت. لو احنا يعني الطرفين الاي سي ما فيهوش ايه قطبيه، بس غير الفولت بتاعه متعرج غير مستقيم، فطبعا ده يعكس الاجهزه. الاجهزه عايزه فولت ناعم مستمر بيبقى بالشكل مثلا كده هو، يعني الاشاره واخد خط مستقيم بتاعت الدي سي ما فيهاش تعرجات، لان التذبذبات دي يا جماعه ممكن تعكس الدوائر سواء في التلفزيون. لو زادت الفولت الدي سي ده ما تنعمش كويس ممكن يعكس الصوره، ممكن يطلع شوشره على الصوت، ممكن يعكس الصوت، ممكن يعكس الدوائر مثلا الهوريزونتال بتاعت الشاشه مثلا او الفيرتيكال بتاع الشاشه. فقله تنعيم وتوحيد الجهد الاي سي اللي احنا واخدينه 220 يعمل لي مشاكل في الاجهزه، في جميع انواع الاجهزه وما فيها ريسيفرات تلفزيونات وكل دي هذه الاجهزه. فطبعا عشان ايه احول الاي سي للدي سي لابد ان انا اعرضه لايه؟ لدائرة التوحيد ثم دائرة التنعيم، واخد منه الفولت اللي انا عايزه بقى 110 20 فولت 30 فولت على حسب نوعية الجهاز والدوائر بتشتغل على ايه. طبعا في مصدر اخر بناخد منه الدي سي او هو في دي سي، وهي البطاريات زي بطارية الريموت يا جماعة، دي بطاريات دي سي، بطاريات دي سي، بس دي ما بتشحنش، يعني اغلبيتها ما بتشحنش. في انواع تاني من طيارات الاي سي الدي سي، طبعا كل الانواع يا جماعه عشان نعرف كل الانواع البطاريات دي سي. لحد الان انا ما اعرفش ان في ان انا احوش دي اي سي، كل ما يعني الاي سي ده ما بيتحوش ملوش بطاريات، يقول لك انا احوش اي سي، عشان احوش فولت لازم اخليه دي سي، تيار تيار ناعم ما عليهوش تعرجات ومنعم بحيث ما يعكس الدوائر في تشغيلها. زي ده كمثال برضو بطاريه اهي بتاعت كشاف دي سي ما بتشحنش غير بالدي سي يا جماعه، لازم اديها دي سي عشان تحوش بطاريه تحوش لي او تشحن. برضو كذلك بطاريات السيارات اللي هي 12 فولت، بطاريات الموتوسيكلات، كل دي دي سي مش اي سي. التيار الوحيد اللي احنا بنتعامل فيه في حياتنا اي سي هو التيار العمومي، طبعا ليه ميزات عن التيار الدي سي، فعشان كده عاملينه بناخده في البيوت على هيئه اي سي، وبعد كده بيوحد ونشاء بيوحد وينعم وتشتغل به الاجهزه. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، قياس الاي سي غير قياس الدي سي، يعني ما ينفعش على المؤشرات ديك او النقط دي اللي هي مخصوصه للاي سي اقيس دي سي،
والعكس ما اقدرش، مش هيطلع لي فولتيات، مش هيقيس حاجه غير لو كان الفولت الدي سي مثلا كده، زي مثلا كده اهو، لازم احطه على الايه، على الايه يا جماعه، بصوا ده 200 فولت، نخليها ايه على 20 عشان دي 4 فولت. بصوا يا جماعه مديني 3 وشويه يعني، و97 من 100، ده قيسيت. بينما لو جبتها على الدي سي، على الاي سي ما يقاسي. بصوا يا جماعه ده لو قاس تبقى بصوا يا جماعه دي ايه، بصوا مقاس اهوك، ولو قاس تبقى في نسبه تعرجات، طبعا يبقى في حاجه غلط. يعني انا عشان اقيس 9 البطاريه ومداني اي سي يعني ما يصحش او غلط، لازم تديني. بصوا يا جماعه على الاي سي مش مدياني حاجه خالص تقريبا اهو، بينما لو جبتها على الاي سي، على الاي سي هتقيس معايا فولت. الاي سي يا جماعه ليه قطبيه، يعني مثلا ده طرف الافوميتر الموجب، لازم يتحط على الطرف الموجب بتاع الايه، بتاع الافوميتر. انا جبت كده على وضع 20، والطرف الموجب اهو، وادي الطرف السالب، نحطه كده ونحط ده كده يا جماعه. بصوا يا جماعه ده لي كام، 1.5 قيمه الحجر تقريبا اهو. لو انا عكست يا جماعه كده اهو، حطيت طرف الافوميتر السالب على الطرف الموجب، والعكس الموجب على السالب في الحجر اهو كده يا جماعه. بصوا كده ده الطرف، ده الطرف السالب اهو، اسلي كده، اسلي تمام كده، اسلي 1.5 ايه فولت. بينما لو عكست الاطراف هيروح مديني ايه، علامه هنا على الافوميتر علامه ايه، ناقص، دلاله اللي انا كده ايه بقيس غلط او حاطط الاقطاب غلط. بصوا يا جماعه اهي الشرطه على الافوميتر اهي اللي على الشمال من فوق ديك، مدياني شرطه مع ان انا حاطط القطبيه غلط. فطبعا الاي سي، الدي سي يا جماعه ليه قطبيه، سالب وموجب، ما ينفعش اعكس الاطراف لما اسلطها على الدوائر. بينما الاي سي يا جماعه في الكهرباء العموميه اهي، هنقيس كده اهو، ونجيب بقى على وضع الاي سي مثلا على وضع 700 اهو كده يا جماعه، ونقيس. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، اداني كام، 216. بصوا ما ظهرتش العلامه اللي فوق دي يا جماعه، هنيجي نعكس كده اهو، هي بصوا مش ظهرتش العلامه، دليل ان هو ليه قطبيه، ملوش قطبيه الاي سي، ملوش قطبيه. ارجو ان اكون وفقت في تقريب فكره التيار المستمر والدي سي او الاي سي اللي هي الكهرباء العموميه، الدي سي اللي هي البطاريات والحجاره وكل اللي بيقبل الشحن. شكرا، وان شاء الله تابعونا في بقيه الدوره الاساسيه للاجزاء الالكترونيه باذن الله، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.